قال وزير الخارجية السعودي عادل جبير إن طهران لا تحترم القوانين الدولية بدعمها الأسد وحزب الله والحوثيين، وتحاول إدخال أسلحة إلى الكويت واليمن والبحرين والسعودية. ودعا جبير إيران إلى تغيير سياستها ليمكن التعاطي معها، مطالبا إياها بالاختيار بين سياسة تصدير الثورة أو اعتماد سياسة الدولة. نرى أن إيران تتدخل في سوريا وتدعم حزب الله والحوثيين، إنها وراء بعض العمليات التي تهدد أمن المنطقة. لا نرى تغيير في سياسة إيران، إننا نرى أنها تحاول إدخال الأسلحة إلى البحرين والكويت والسعودية. على إيران أن تقرر هل هي في حرب أو عكس ذلك. إذا كانت في حرب ولا تحترم القوانين الدولية وتمضي في مخططاتها فلا يمكن التعاطي معها. وطالب الجبير إيران بتغيير السياسة التي تبنتها منذ عام 79 كي تصبح عضوا صالحا في المجتمع الدولي، وبالتالي يمكن نسج علاقات جيدة معها. نتمنى من إيران، تلك الأمة العظيمة والتاريخ العظيم والشعب العظيم، أن تكون قادرة على تغيير سياستها تلك التي تبنتها عام 1979 كي تصبح عضوا جيدا في المجتمع الدولي، وبالتالي يمكننا نسج علاقات جيدة معها.